طبعا اقصه اكس زي كذا عشان الجبنه ما تجي على خدوده جوليا، حتى المربى طبعا نفس الشيء. يصير ياكلونها كذا بدون الكراست. صباح الخير ادم، شايفين كيف؟ صباح النور. How was your sleep? Good. Good. شايفين كيف ياكلونه يخلون الاطراف عشان كذا اقصها مثلثات. طيب يا جماعه الحين جلسه اجهز لهم السناك باكس، مش لانش باكس، سناكس باكس. طبعا حط لهم هذا الرايس كراكرز، مره حسيت نفعتهم مع مشكله الستمك بج، مره ما ادري ايش جالهم في معدتهم، جت جوليا سخونه وبعدها الله يكرمكم اسهال، فهذا مره نفع. راح احط لكم كابشن في اسم المنتج، بس مره حلو تحسوه ينشف المعده. ابو اوكي، واحط معاها نوع فاكهه، طبعا الفاكهه المناسبه للفتره هذه الموز. سو ناخذ لنا موز. اوكي ذيز تو. او بس اليوم جبنة مراعي مطبوخة، حطها كذا like that like that like that. الشاي جاهز. بالنسبة للخبز راح أضيف عليه عسل، شيء بسيط. راح نبدأ نبرم الخبز كذا بس بسلامتكم. هذا فطوري. Love you. Bye bye. One hour later. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا جماعة؟ إن شاء الله تمام. طبعا زي ما شفتوا في الفيديو الأولاد صحيوا وفطروا وراحوا المدرسة، وطبعا أنا رحت قلت بمشي في الشاطئ بس الجو كان شوية رطب وحار، فغيرت رأيي وغيرت الوجهة ورحت النادي أسوي المشي. ومشيت تقريبا 30 دقيقة لأنه لي فترة على التريدميل، فقلت يلا أبدأ شوية شوية وحنبدأ شغلنا على الجيم، لأني قطعت الجيم من 6 شهور تقريبا، صرت بس أمشي على الشاطئ وبس. الآن حنرجع على النادي بس والله. فيديونا اليوم ايش راح نعمل؟ طبعا وانا ما رجعت ما تحممت لانه كانت نيتي اني اصبغ شعري، بعدين قاعده طالع كذا في شعري قلت لا خليني ايش نغير التسريحة النيو لوك، لانه خلاص السمر على ابواب الصيف، فراح اغير لون شعري وايضا راح اقصه زي هذه. قولوا لي رايكم اذا حلوه القصه ولا لا، وبعدها راح نشوف رده فعل ديمتري. طبعا انا راح اصبغ ليش بنفسي، لانه كلمت الصالون قالوا لي مره بيزي بوكت اب فولي بوكت، فحاخذكم معي على السريع بسرعه عشان ما نطول. اشتري صبغه بني فاتح، انا كان ودي اسوي زي الهايلايت بس بالصبغه يعني، مع انه حاسه انه ما راح يبان لانه شعري مره اسود. Let's go to the supermarket. خلونا نروح بسرعة نقضي نشتري أشياء اللي أحتاجها ونرجع. يلا بينا let's go. Alright. نأخذ بني. ما أبغى بني محمر الصراحة. هنأخذ هذا. بني متوسط أو light brown. Light brown. Alright guys, so صفينا على هذول الاثنين. Okay, يلا let's go. Alright guys, الصبغات جبتهم هنا عندي في الحمام الله يكرمكم. أكلمكم على شغلة سويتها أنتم نصحتوني فيها. طبعا أنا وريتكم الخلطة هذه حقت مزيل العرق الطبيعي، لأنه أنا تعرفوا أعاني من المواد الكيميائية، ما أحب أستخدم أي مزيل عرق في مواد كيميائية، والمزيلات الطبيعية مرة غالية. ولا حتى تنفع يعني، لو تنفع الواحد يشتريها ما مشكلة، بس ما أحس مفعولها مو قوي. الخلاصة أنه مع التعليقات كثير ناس علقوا أنه أجرب الشبة مع يعني المسك. رحت اشتريت الشبة من محل كذا عطارة يمني، اشتريتها حجارة، إذا تبي تشتروا شبة لا تشتروا مطحون لأنه ما تدروا وش حاطين فيها، يمكن فيها شوائب شيء، فاشتريتها حجارة وطحنتها في البيت. شوفوا يا جماعة، حطيتها بالكنتينر قزاز والله العظيم، حطيت عليها مسك نفس المسك حق الطهارة، مرة ريحة حلوة استخدمها والله العظيم قوية ومفعولها مرة كويس، بس خايفة إنه
لها تأثيرات جانبية. أنا يعني سمعت أشياء كويسة عنها بس قلت أسوي كمية بسيطة عشان أجرب، يمكن بشرتي حساسة بيصير شيء، بس والله بفعلي مرة ممتاز. شكرا على كل أحد كتب التعليق هذا، حبيت بس أشكركم شكر خاص. anyway so راح أسوي خلطة الصبغة الفاتحة لأنه شعري لونه غامق، وبالتالي ما أدري يعني عندي هنا شيب فأخاف يمسك فيه الشيء اللون الفاتح. ما أعرف. واو شوفوا قد ايش الشجار اللي حيصير. او ماي جودنس صار برتقالي. ما اعرف تعرفوا بلاش المجازفه، راح اصبغ بس بني هذا. اوكي خلاص مجازفات عهدها انتهى. سو حبدا استخدم هذا. هذا ممكن في تجربه ثانيه اسوي هايلايتس باللون الفاتح لانه خلاص ابغى استخدم الوان فاتح، بنيات بنيات بنيات، وكل ما طال شعري بس بني. اوكي ويصير اقدر اسوي انا هايلايت بهذا يعني على الشب يمسك، فهمتوا؟ طيب يلا خلونا نسوي اللون البني. تعرفوا يمكن يطلع مره فاتح على شعري هذا. هذا زيت وهذه هي الميكس ديفلوبر مع اللون. اوكي alright guys رجعت غيرت بلوزتي يعني شوي اغمق بس انا كيف لا يزيد صدق للغسيل. في ناس تفكر اي كلمه تطلع من فم اليوتيوبرز انها لازم تكون اعلان، يعني في ناس بيتكلموا عن اشياء استخدموها استفادوا منها. يعني انا جايبه هذا الزيت من وال مارت لما كنت في امريكا قبل السفر قبل ما اجي على ابو ظبي. اشتريت هذا الزيت والله ما كنت اعرف يعني حتى ما قد استخدمته، بس قلت يلا اشتري شيء لشعري اقدر اعتني فيه. في روزماري للهير اند سكين، يعني هذا للشعر والبشره كمان. لما اشوف شعري يتساقط بكثره انا عندي موعد زي ما قلت لكم، لسه الموعد لسه ما جاء عند دكتوره دكتوره جلديه، بس خلال قبل ما انا اروح لها وانا استخدم هذا بدات استخدمه. اشتريت الزيت بس ما استخدمته، بس مجرد ما استخدمته والله يا جماعه احس انه التساقط خف خف. ما ادري هو بسبب انه موجود فيه روزميري او ايش بالضبط، بس قاعد استخدمه واحسه مره ناسبني. راح تسالني ليش ما كتبت اسم المنتج؟ اهو في السكرين خذوا سكرين شوت، هذا هو اسم الشركه واسم المنتج روزميري هير اند سكين اويل من شركه دي لا كروز. اوكي صراحه الزيت هذا احسه جدا جيد، وايضا هو فيجان نيتروجين فلاشت ومكتوب عليه نو بريزرفاتيفز، ما في مواد حافظه، ونو ارتفيشال فريجرنس، ما في اي روائح صناعيه او الوان. فهذا الزيت مكون من ثلاثه اشياء اللي هي زيت الخروع وزيت الافوكادو وزيت الاوليف اويل وعليه روزماري. اوكي هذا هو المكون، فمره حلو. كنت دائما قاعد اسوي شعري اكلمكم على شيء مفيد للشعر. طيب خلونا نبتدي. احس اني داخله عمليه جراحيه. كان واو او ماي جاش شوف اللون مره فاتح. واه حطلع شعري اشقر بليز نو هذا البني او ماي جودنس. طيب بدات اتوتر. طيب نجي على الديفلوبر، هذه هي كميه الصبغه احط عليها الديفلوبر كله، حبدا اخلطه بيدي. يلا نبدا. شوفوا كيف هذا هو لون الصبغه. نبدا اول شيء حبدا بمقدمه الشعر لانه عندي شيب يحتاج انه ينصبغ اول شيء انه يتغطى. نبدا بعدين نبدا من ورا، يعني انا راح اقص شعري لمستوى اني اقدر ارفع. صراحة انا ما استغني عن رفع الشعر لما الواحد يطبخ، لما الواحد ما ادري احس احتاج ارفع شعري مرات. اوكي بدأت الحرارة تبدأ في الشعر، تفاعل كيميائي. وحتقولوا لي والله انت شعرك قاعد يطيح بس ارحمين من الصبغة حرام. اكيد انا اعرف ناس كذا بفكرون، بس ايش تسوي يعني تتركي شعرك كذا من غير صبغة ويجي فيه شيب على طول؟ لازم ينصبغ. بالنسبة للحنة مرة ما تناسب شعري، شعري كيرلي وجاف، فالحنة تخلي شعري كذا مرة غير مناسبة، وروائح الحنة أنا ما أحبها بصراحة. اوكي
مرة أرتب. So أشوفكم بعد 30 دقيقة. One pair of pants later. Alright guys, غسلت شعري ولفيته بهذا المنشفة. شوفوا كيف هذا هو طول شعري. فراح أقصه كذا يعني. Something like that. والله يا جماعة يعني أتعب وأقول لكم كمية الشعر اللي قاعد تطيح. يعني قبل كان أكثر من كذا. شوفوا هذا اللي بقالي. شوفوا عشان تعرفوا يعني قد إيش وكيف يطيح. شوفوا حزمة، لما أقول حزمة. شوفوا حابة أقص شعري بالبلسم هذا في شعري بعدين أديله رينس. أوكي سو أنا حابة أقصه بطريقة يعني أقدر أربط شعري، يعني لو ضايقني أقدر أربطه يحكون قصير قد كذا. سو لمي شايفين قد كذا حزة تطلع. ماي جاد هذا المشط صراحة أفضل مشط ومريح وما يعور. شوفوا كيف بسرعة يفل الشعر. شايفين أحسه ما يسحب شعري يقطع كذا، بس بسرعة على الأطراف في الأول بعدين كذا. شوفوا مرة ما حد بقالي شعر يا جماعة، ولا أحب الإكستنشنز. قبل كل شيء لازم نقسم الشعر كذا من النص، بس لازم عشان يضبط معايا. اوكي بتاعت زي كذا. شوفوا كيف او ماي جاد صلعت من ورا زي كذا. بدأ شعري يسوي كيرلز وانا لسه ما خلصت. سو حقصه. ليش التوتر؟ ما هي اول مره اقص شعري، ليش متوتره؟ انا استخدمت ميثود مختلفه. اول كنت اقص شعري اربط واحد واسحبه من ورا، الان حقصه نصين ونشوف. طبعا انا شعري كيرلي سو لو ما اقصه حيرتفع، انتو حيصير كده كده قصير. سو بسم الله. معلش انا هنا في الحمام بس لازم نسمي ايش اسوي. اوكي يلا ما تشيلوا هم، ترى يدي مره كويسه في القص، يعني شعري طول بسرعه. alright قد كده قصينا. يعني نبتدي كذا، يصير بعد ما يعني نقص نشوف اذا نقص زياده او لا، لانه يعني ما ابغى استعجل بعدين اندم. I hate regretting. فهمتوا؟ ما احب اندم. طيب خليني بس ارجع لورا نشوف الورا كويس ولا لا. Alright يا جماعة انتو ممكن تشوفوه مو مرة قصير، بس ترى لما اسويه مجعد او ملفوف ملفلف حيصير مرة قصير. واو I can't do more than this. شايفين؟ I think that's it. طيب يا جماعة راح اسوي رينسينج لشعري، يعني اغسل البلسم هذا واسوي لفائف كذا حلوة وارجع لكم. Alright guys هذا هو شكل شعري. ما ادري احس كثرت شويه بلسم وال يا الليف ان كونديشنر، وايضا احس انه ممكن لو اقصر شعري شويه كذا من ورا بعدين. اي ثينك قولوا لي في الكومنتس ايش رايكم. طيب الان راح انتظر ديمتري ونشوف رايه في قصه الشعر. اوكي ديمتري واصل. Yes? Come over here.
I'm here. What are you trying to scare me? You cut it this short? Yes. أخيرا لاحظ. Do you like it? I thought you had it like pulled back or something. No. فكر أني رفعته كذا. No, I cut it. I love the curls. You do? It's cute. I was thinking to cut it shorter. You look like a teenager. صغرت 10 سنوات يا جماعة. You cut it yourself? I did it yourself. Really? I just did it today. I curled it. Actually, did you notice the color? Cute. The color هذه نزلت. It looks dark. Yes. ملاحظة عنده 100%. It's brown, dark brown, but it came out black for some reason. Maybe because, you know, dyeing my hair over and over, it turns black. You do? How about coloring it brown, guys? Would you like the highlights brown? Oh, like the gold? Highlights. Yeah, like brownish, brownish. Yeah, I think they look good on you. بعد ما اروح موعد الطبيبة واشوف اذا سمحت لي او لا يمكن تقول لي لا انا تعبي شعرك with the curls I think they'll look nice. Yeah, I know انا I've done this before ترى صبغت شعري ومن اول اوريكم صورة هنا طيب ما راح حبيت هذا جاب الفكرة بس ما حبيت اتهور لانه عندي موعد طبيبة بسألها اذا عادي اصبغ بس بعيدة عن الجذور او لا اذا قالت لي لا خلاص عاد نفقد الامل بس اذا قالت لي ايوه راح اروح اصبغ شعري في صالون طيب Anyways guys وبكذا جينا لنهاية الفيديو ان شاء الله انكم استمتعتوا معايا اليوم اليوم كان كل يوم معايا اللي ما عمل سبسكرايب عمل سبسكرايب فعلوا الجرس ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم باي باي